صباح الخير مشاهدينا، رح نترافق اليوم بجولة على أهم الأخبار الفنية والفعاليات الثقافية السورية اللي صارت خلال هذا الأسبوع. خليكم معنا. رح نبدأ جولتنا الفنية لليوم من ترشيح الفنان السوري تيم حسن لنيل جائزة الممثل الأفضل عن فئة السينما بفيلم الهيبة، وذلك ضمن مهرجان جوي أوردز لعام 2023 في الرياض. والفنانين السوريين باسل خياط وقصي خولي لجائزة الممثل الأفضل عن فئة المسلسلات. أيضا الممثل حسن خليل كأفضل وجه شاب ضمن فعاليات توزيع جوائز جوي أوردز. وضمن أخبار الفن والفنانين تم تعيين النجم ملحم زين سفيرا للنوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان. ومنبقى ضمن أجواء الدراما والفن وتحضيرا للموسم الرمضاني لعام 2023، انطلق تصوير مجموعة من الأعمال الدرامية لتكون الدراما حاضرة وبقوة من خلال عدة أعمال، منها خريف عمر، مربى العز، صبايا، باب الحارة بموسمه 13، مال القبان، كانون وغيرها من الأعمال السورية. أما على الساحة المحلية انطلاقا من دمشق وضمن عالم الجمال والفن التشكيلي، تم افتتاح معرض 50x50 بصالة جوليا دمنة بمشاركة عددا من الفنانين التشكيليين والخريجين. خلينا نتابع. ومنبقى في دمشق حيث ستقام أمسية كورالية يحييها كورال المشرق العربي من لبنان بعنوان أمسية ذهبية بدار الأوبرا الدمشقية، تنطلق بتاريخ 5 من الشهر المقبل بقيادة إبراهيم البنباشي. وبالانتقال إلى محافظة اللاذقية، أقيم ملتقى الأدباء الصغار ضمن عرض نظمه فرع طلائع البعث على خشبة مسرح دار الأسد للثقافة والفنون في اللاذقية، وضم عددا من المواهب بأعمار مختلفة. وهيك بتكون خلصت جولتنا لليوم، نلقاكم الأسبوع الجاي بأخبار جديدة ومتنوعة.